جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يسأل ويقول: هل كل النوافل عندما نصليها نأتي بركعاتها مثنى مثنى أم يجوز صور أخرى؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل بل الواجب في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يصلي مثنى مثنى في الليل أو في النهار، الصلاة مثنى مثنى، هذا هو المشروع. إنما يجوز سرد ثلاث ركعات الشفع والوتر بسلام واحد، هذا يجوز أن يسرد ثلاث ركعات للوتر بسلام واحد، أما ما عدا ذلك فإن الصلاة تكون مثنى مثنى، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم.